أنت تدخل إلى مدينة بني عباس رمز الأصالة والاعتزاز. يستهويك جمالها الطبيعي الممزوج بحضارتها وتراثها العميق الأكثر جذبا للسياح وعدسات الكاميرا. الله يبارك، مناظر خلابة، ناس بزاف كرامة، كفيها دي زوندغوا لازم واحد يكسبلواتيهم او ماكسيموم. السياحة 1000% تلقى صوالح جدد ما تلقاهمش كامل في المدينة. يسمى جو كونساي لي بيرسون كامل اللي يحبوا يفيزيتيو بلادهم يبداو منا بني عباس، باسكو لهنا انا باغاتي. اي جيبي زورها، المدينة شابة، لازم عليك تجي تزورها. كل ما تزورهاش راك مراتي، جزء كبير من حياتك وبليجي عليك، لازم تجي تشوفها. مدة اسبوع يعني ما تكفيش باش تكتشف بلادك، ما مالوغوزمون لازم لك او موا لازم 15 يوم ولا اكثر ولا شهر باش تقدر تكتشف المنطقة هذه، خاطر فيها بزاف كنوز. بين الهواية والاحتراف يفضل الكثير من زائري بني عباس الصعود إلى قمم الكثبان الرملية وممارسة رياضة التزحلق على الرمال، وهو الأمر الذي يستهوي فضول السياح لاكتشاف متعة هذه الرياضة. اكسبيريونس بزاف شابة، الصحراء تاعنا ما شاء الله، الناس هنا كرامة، بزاف حبيتها. الوغ سي لا بروميير فوا نخرج للصحراء وان شاء الله نعاود نخرج. كاين دي زاكتيفيتي بزاف، كواد، نخرجوا بلي كات كات، سكي، كاين بزاف دي زاكتيفيتي شابين. الوغ ما شاء الله نزوروا معالم أثرية، نطلعوا لهنا للعرق، نريحوا، نشوفوا غروب الشمس، الحمد لله. وشنهي فيها طبيعة خلابة، فيها أماكن ما شاء الله، ورانا فرحانين وان شاء الله نعاودوها، ورانا معولين ان شاء الله نعاودو نجيبو كاع العائله ونجيبو كاع لي زيميغري تاعنا اللي راهم في اسبانيا. وتبدا المتعه المفضله لغالبيه السياح عند زياره القصر العتيق لاخذ قسط من الراحه وشرب كاس من الشاي الذي لا يختلف اثنان في نكهته وذوقه الصحراوي.